بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم محاضرتنا هي الأعراض الجلدية أو المظاهر الجلدية للأمراض المرضى المصابين بالأمراض الباطنية مثل السكر، أمراض الغدة الدرقية، الكلى، الكبد. فهذه الأعضاء من تبدي ديزيز يصيبها في الضرر. هنالك بعض الأعراض الجلدية اللي راح تعطينا فكرة عن your organ affected by this disease and the control of this disease. أول شيء عندنا الديابيتيك ميليتس اللي هو داء السكر، وهو من أكثر الأمراض شيوعا، لذلك نشوف إنه هواي أعراض إلها علاقة بداء السكري. كذلك راح هذه الأعراض اللي راح نشوفها تعطينا فكرة هل المريض controlled، ملتزم بالعلاج، ملتزم بالدايت بالطعام مالته، وش قصر للديوريشن، او هل هنالك افكتد انترنال اورجان. اوكي، فاول شيء عندنا نيكروبايوسيس ليبويديك. شنو نيكروبايوسيس ليبويديك؟ مثل ما تشوفون افكت يوجوالي بيشنت وذ ديابيتيك البور كنترول. هو نوع من الانجيو فاسكولار فاسكولار فاسكولوباثي. انجيو فاسكولوباثي افكت ذا فاسكولار اوف ذا سكين and reflected on the skin disease. مثل ما تشوفون patient with poorly controlled complained from plaque well demarcated erythematous border telangiectasia and when healed sometimes leave ulcerations or central atrophic lesion usually bilateral on both sides of shins. This patient من نشوف هذا معناها poorly controlled. Granuloma annulare characterized by small dermal papule nodule skin colored normal skin without symptoms. كذلك granuloma annulare usually present on the dorsum of the hand and feet. من نشوفهم راح تعطينا فكره هل البيشنت controlled or uncontrolled، ودائما لها علاقه بمن؟ بالفاسكولار سيستم، اثيروسكليروسيس or angiopathy. Diabetic dermopathy. شنو diabetic dermopathy؟ عبارة عن small spot when healed leave ulceration or atrophic centers. مثل هاي نسميها diabetic dermopathy. كذلك نفس الشيء نرجع ونقول إلها علاقة بالdiabetic patient اللي poor control. إنه poor control have metabolic effect on the skin. Metabolic effect on the vasculature and metabolic effect also on the internal organ. Stiff thick skin. شنو stiff thick skin؟ is sclerosis and fibrosis of skin. لذلك صار عندنا راح يصير عندنا limitation بالموفمنت. البيشنت ما يقدر يحرك ايديه ورجليه بسهوله. عندنا sign نسميها prior sign as a result of fibrosis of the finger and the palm. Sometimes affected by dubitrine contracture and palmar fibrosis. هذا البراير ساين مثل ما تلاحظون. هذا النورمال بيشنت عنده نورمال فلكسبيليتي، لكن بالديابيتيك وذير از فايبروسيس ذيس ليميتيشن بمن؟ بالموفمنت بادلي كنترول. ديابيتيك بولي بعض الاحيان بيشنت كومبلينج فروم ذا بولس فورميشن سبيشالي اون ذا لور ليمز، وعاده هاي البولي تكون نون انفلاماتوري سبونتينيوس بينلس وان بريزنت. معناها البيشنت may affected from the angiopathy in the other organ. لذلك شو راح لازم نسوي investigation للرتينة، للرينال، للinternal organ affected. Carotenosis it is yellowish discoloration of skin especially of the palm and sole and usually with liver involvement. هذا diabetic bully and this mean there is some sort of atherosclerosis of skin. هذا diabetic neuropathic ulcers. ليش يصير عندنا neuropathic ulcers؟ لأن affect the sensory nerve والsensory nerve will be affected. لذلك the patient loss of sensation of touch of and the pain. يعني المريض بعد يفقد الإحساس. لذلك يشوفه مثلا يمشي في مسافة طويلة وحذاء ضيق تايت شوز راح يصير عنده ulceration وما يحس على روحه. أو بالشتاء يقعد يم مطفئة مالت يقعد يم النار
او يم الصوبه ويحترق وما يحس على روحه، يصير عنده ulceration وcomplications. infection لانه البيشنت عاده ابو الديابتك ديكريز ان ذا اميونيتي، لذلك راح يكون عرضه للانفكشن خاصه بكتيريا فيورينكلز كاربينكلز نيل انفكشن سيلولايتس اريثرازما، كذلك الفنجل انفكشن، كذلك الميكرو مايكوسيس بتلايجو ربتف زانتوما اثيروسكليروسيس نيوروباثيك فوت السرز كاليسيفيلكس. شنو كاليسيفيلكس؟ is it is a metabolic abnormality as a result of the deposition of the calcium in the blood vessels of the skin. يصير عندنا alteration or necrosis. Acanthosis nigricans, it is a thickening of hyperpigmentation and thickening of skin. هذا الacanthosis والموجود عادة بالflexural area axillary groin in the neck regions. يصير راح يصير عندنا thickening of skin with hyperpigmentation عادة بالobese patient اللي هم chronic badly controlled. هذا acanthosis nigricans هذا severe، من يكون severe وsudden onset واحد يخاف من CA خاصة CA of stomach بعو around the mouth thickening velvety هذا حتى the tongue. هسه ال disease اللي associated with liver disease، أول شيء البروريتاس خاصة بالobstructive jaundice pigmentation باير بيجمنت راح يكون اللون مالت البيشنت جونديس. سبايدر نيفاي من يكون عندنا سبايدر نيفاي سدن اونست معناها عندنا ليفل اب نورمالتي، لكن عاده في بعض الاشخاص 1 اور 2 سبايدر نيفاس فور لونج ديوريشن نو بروبلم. بالمال ريثيميا وايت نير، النير راح يكون لونها ابيض معناها هايبو البومينيميا. لايكن بلانس مرات يصير عندهم لايكن بلانس سيفير اند ريسيستنت خاصة إذا patient هو عنده liver disease cryoglobulinemia and hepatitis C infection. ففي بعض الأحيان أبو لكن بلاناس resistant نسوي له liver investigation خاصة hepatitis C infection. من نعالج hepatitis C infection يلا يصير عندنا respond لكن بلاناس متعب ما فتهمون لكن بلاناس associated with severe pruritus. هذا البارمر الريثيمي if sudden onset، هذا spider نيفاس إذا single normal لكن sudden onset all over the body معناها هذا abnormality. polyarteritis nodosa خاصة with hepatitis B infection هذا اللي affect the blood vessels. xanthoma hair loss generalized dry skin purpura and terrineal. شنو terrineal؟ مثل ما تشوفون terrineal هنا عندنا whitening two third and the prox and the distal يصير لونه عادة brown or red والدستر اللي هو وايت ان كلر. من نشوفه معناه هذا سيفير ليفر انفولفمنت. رينال ديزيز خاصة بالكرونيك رينال ديزيز شي سرعتهم بروريتس بيجمنتيشنز هالف اند هالف نيل بيرفوريتنج ديس اوردر سيدو بورفيريا اند يوريا فروس. مثل ما تشوفون حتى ميزة عن التيرينيال ابو الليفر ديزيز اوكي هذا يصير هالف اند هالف نيل اوكي. هذا porphyritic disorder سير سبير خاصة بالchronic disease of the renal disease سرعتهم chronic itching. هذا calcifilaxis as a result of calcium deposition. هل يوريا فروست نشوف اليوريا precipitated on skin هون نشوفه بالacute stage acute renal failure من there is acute renal failure سرعتهم precipitation of the urea on the skin. Hypothyroidism and myxedema. Myxedema معناها thickening of skin as a result from insufficient production of thyroid hormone. إذا من decrease in thyroid hormones راح يأثر على metabolism of the body in general. فش راح يصير عندهم myxedema. شنو myxedema؟ It is secondary to the deposition of mucopolysaccharide. هاي normal material. لكن يصير عندنا deposition a large amount بالskin. خاصة بالدرمز يصير عندنا thickening بالدرمز thickening بالسكين وبالتالي راح يأثر على شكل ولون الجلد. شو راح يصير عندهم البيشنت dull expressionless with puffy eyelid skin mixed ديما عادة patients يكون cold to touch جلده بارد puffy dry hair loss sometimes periorbital حول العين periorbital edema. لكن هاي الإديمة عبارة عن شنو ميكسيديما not fluid deposition of mucopolysaccharide. البالموسول عادة يكون yellow orange in color due to carotenemia
مثل ما تشوفون expression less face. هذا periorbital myxedema as a result of precipitations or deposition of mucopolysaccharide, هذا on the outer third of the eyebrows, loss of the hair. الهي عادة dry, coarse brittle eyebrows, alopecia of the nail brittles, slow growing, large smooth red and tongue. إذن من يصير عندنا abnormality بالthyroid gland affect the metabolism all of the body. وهذه النتيجة معناتها. Thank you very much.